يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأنّى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله والله العظيم حي على الله.
ادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن فلاقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام
في يوم من ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يا الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله. يخرج منهما اللؤلؤ كل من عليها فان الله.